تعال تعال. هذا زول دجا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف يا استاذ؟ محامي. هذه فلوسي. لا فلوسي. ما فلوسك يا ساتر. في شنو يا جماعه الخير؟ انتوا جايبين لنا هنا نتهان ولا شنو؟ لا لا لا. ما منطق الكلام ده، يقول لي فلوسي ما فلوسي. اسمع كلامي، والله ما بزول هنا كان قاعد هنا. المستشفى دي تقال حقت من حقتي انا بالمناسبه. كذا احكي لي؟ انا ما بحكي لك، بيحكوا لك انا ما عارف حاجه. اها. احكي له؟ احكي. اسمع يا اللحية غالبة. الله يكرمك يا. السالفة هما فيها ان الرجال ذا ايوه انسرقت فلوسه. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعني يا ابن الحلال. اها. لا تلف. لا لا لا, لا صار وقفت الرجل قبل الرجل. قبل الرجل قبل الرجل قبل. اسمعني يا اللحية غالبة. تعال عندي. امشي عندي هنيا. انت مالك بترفع صوتك معي؟ ما رفعت صوتي. اسمع يا استاذ، انا انسان جامعي وفاهم في القانون، ما ترفع اص. وريه وريه وريه. والله يا اخي ما منطقي. وريه. انت تعرف خشم الريال؟ خشم الريال معروف. حلو. تخش اول اول لا لا اول. لا 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 بخشم الريال هنا تجي. اسمع توجه. شوف خشم الريال ده محل معروف حق شاورما. ما شاء الله. معروف ايوه. اسمه خشم العان. لا لا بجيبك بخشم الريال. اسمع. خشم الريال برضه معروف حق بروس. المهم. حق كمونيه برضه. ممكن برضه حق كمونيه بيمشي. الرجال ده ابو حمد ذا. اها. رجال عنده شركه كبيره. شركه كبيره. وكانت بتشتغل راعي عندها فبشر بس سعد. لا ما داير شغل معاكم ما داير. ابشر. الرجال فلوسه انسرقت. فلوسه انسرقت؟ اي وسرقوها جانب. ولا جانب قريب من المطار. وكلمنا طال عمرك الحكومه. والحكومه طال عمرك الحين عندهم المطار يبي يجيبوهم من اباك تحل القضيه كامله من والى. وحقك محفوظ. حقي كثير. ابشر بس سعد ابو حمد ما يقصر معك. يا عمر بعدين انا القضيه دي جبت عليك انا ما تنساني. أي. انا عندي 25% انا بورون عديل. انا حقي بخلي. انا وريتك ها. ما عندك مشكله. شوف يا يا شباب طبعا انا جبت لك هنا المحامي. اسلم. عندي 25% عمولتي تعب يعني. ابشر الله يحييك. طيب سم سم. الاجانب ده يا اسمك منو؟ اسم الكريم ابو سالم. ابو سالم قده والنعم والله عليك زود. الله يكرمك. القضيه دي اوراقها واضحه جدا وفلوسكم واضحه فواتيره. بس انا الواضح انا ودي دم الولد ده. هذا ولد الشيخ حمد. ما شاء الله تبارك الله. تفضل. بقول لك شغله بس كذا. قول لي يعني شو اسمك؟ عمر. عمر عمر. اي عمر. اي الوالد ماله حلاله كله حطه في ذا الشركه اللي هو ابو سالم هذا. شوف احنا صرنا على الحديده يعني. أيوة. انا جيت قبل شويه الحين اروح اسدد عشان الابره ما لقيت الابره لاني ما في فلوس. ممكن سؤال بسيط؟ ما في فلوس. سؤال صغير والله. قول. سؤال صغير. قول قول. تفضل. ابوك تجارته في شنو؟ تجارته بالحلال في السيارات كلها كفرات وجنود قديم في المجال. اي بس انه كله كفر. الله يكرمك للكرسي. والله ان شاء الله باذن الله اني بجيب لك كفرات وكله في هو في السيارات وشغال في السيارات بس انه الحين والله مطفرين على الحديده ما عاد ولا فريال ولا ريال ولا وخلاص منتهي. والله باذن الله انك اذا خلصت ذا وجبت الفلوس باذن الله بنغنغك ونريشك من راسك الرجل. كلام زي العسل. شوف يا جماعه الخير. اكراما لك. الله يديك العافية. وإكراما للناس واللحية الغانمة. الراجل ده وولد الراجل ده. الله يديك العافية. أنا أتعاب القضية ما داير منها ولا ريال. الله يحفظك. الله يحفظك بيض الله وجهك. ويا دقيقة. وقفت رجل خليك راجل. حقي أنا؟ ما في مشكلة. قضايا دانية إن شاء الله بإذن الله الشغل جاي راجل. ما تعرف حقك أنت يا أخي ما تعرف لي حقي أنا يا أخي. خلاص شوف حقك. حق الزول ده أنا مالي دخل فيه. ثابت أنا هوي. ال 25 بنعطيك اياها اذا رجعت القضيه. اول ما تنتهي القضيه رجعت. الناس دي مفلسين. ما في احساس ما في ضمير. والله انا اسرني عفيت يا ما انا عفيت خلاص. على كده انا اشيل اوراقكم واشوف اموركم واظبط الاوضاع وبين اتصال. الله يحفظك. اتفقنا؟ الله يكرمك. الله يوفقك ان شاء الله ويقومك بسلامه يا رب. الله يكرمك. الله يديك العافيه. والله ما ادري شو اقول له. انت لحيه. دقيقة. لا انت لحيه. انت لحيه. لا اسمع كلامي. هذا من اليوم لحيه. اسمع كلامي. اسمه غير واسمه. أسمع. من الدكتور الى الدكتور لحيه. ليه؟ هذا لحيه الغانمه. الله يكرمك. وقال شنو انا اسمع يا يعني قاصد شنو زله؟ قل لا اله الا الله. الابره. لا لا خلها. شو ابغى ابره؟ الابره. الابره يا الابره ضروريه. لا 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 ضروريه. لا لا طيب. لا لا طيب انا طيب. خلاص طيب انا طيب انا طيب. اللهم لك الحمد. انا طيب. اسمع. اللهم لك الحمد والشكر. انا طيب. شفت يا حمد يا ولدي؟ شفت يا ابو حمد؟ شفت هذولي؟ ساعدني ساعدني الله يساعدك. ساعدني. انت لحيه. الله يديك العافيه. ابكسني. شفت يا ابو حمد الله يحفظك. اي والله اي والله. هذولي طال عمرك ربعنا. منا وفينا.
اللي طال عمرك ما قصروا معك. أنا أشهد. المحامي ما بغى أتعابه. أيوة. ومن ولدنا الدكتور بيض الله وجهه. شكراً. الحساب ما بغاه. الله يداري. رجل الحكومة اللي جانا. أيوة. بيض الله وجهه. أيوة. ما قصر، قال أنا أبخلص لكم القضية كاملة من وإلى، وحلالك بيرجع لك، فلازم أنك تحمد الله على وجود هالربع اللي مثلنا ومثلك وشرواك طال عمرك في هالديرة هنا عندنا. الحمد لله. وهذا درس لك، وهذا درس لك الأجانب. أيوة. رأينا الإنجليزي اللي ما يخافون الله ما تجيب عندنا شركة. بس ما نحيا. يلا الله يديك العافية. الله أسمعوا بس معليش، أنا كان عندي حاجة بسيطة كده. سمع. السيارة الواقفة جنب خش المستشفى مع الباب حقت منو فيكم؟ حقت أبو حمد. البنت فيها. أيوة. البنت اللي خلها ما خلها شنو؟ بس أنا كنت جاي بالكراسي ده ما شفتها، قمت خبطتها من ورا. ها؟ لا لا لا. السيارة بنتي. خبطت بنتي لأبوي. أيوة. بنتي لأبوي خبطتها بالكراسي ده. وش نسوي عاد؟ أنا ما أنت كنت مستعجل ما جبتني سريع. الله يخبط وجه العدو. إبرة. إبرة بتبقى كويس، دي صدمة تانية. إبرة رقدوا. لا إله إلا الله. إبرة. لا لا لا. أقول لكم حاجة، أقول لكم حاجة، المرة دي الإبرة دي إذا البنت اللي ما بقت وديناها سمكري أنا ده بودي لكم المغابر. أحب المغابر؟